صباح الخير ومرحبا بيا عندكم. شكرا لكل واحد كي ياخد من وقته وكيشوف هاد لا فيديو وكيحط لي تعليق وكيحط لي لايك. شكرا لكم كاملين. كالعاده غادي في الصباح كان الفطور هو الاول. هذا التوست كنستعملو ديما ديال القمح زوين وما فيش الكول وما فيش مواد مضافه كمواد شحمه الخنزير. اليوم غادي ندير روتيني ديالي العادي في الدار، شغلي والحداقه ان شاء الله، ومن بعد غادي نخرج ونشوف الاوضاع كي دايره على برا بسبب فيروس كورونا. وخليكم معايا. هنا راني وجدت الفطور ديالي. الوليدات جادوا، هادي عز عليهم الكاشر وشويه الفرماج شويه البيض، وانا اتاي هما خداو القهوه. صافي غادي نفطر وان شاء الله نبدا عاوتاني الروتين اليوم ديال الدار. غادي نشوف شنو غادي ندير ونقدر نخرج نقدر لا. المهم حنا في رعايه الله. اللهم ادمها نعمه واحفظنا من الزوال. ما تنساوش الصراحه بالنسبه للبنات اللي هنا في ايطاليا، حاولوا تسخنوا الدار قدر الامكان تكون درجه الحراره كبيره هكا مزيان، يعني هادشي اللي قالوا تكون درجه الحراره عاليه باش الدار تسخن مزيان، لان الحراره قال لك كتقتل هذا الفيروس هذا. صراحه الجو اليوم مزيان، ما حنا الامور هنا عندنا عاديه بزاف كاع، يعني الحمد لله الناس كتخرج عادي ما كاين حتى شي مشكل. غادي تضحكوا تتشبعوا. انا اصلا هبطت هاد لي ماشين باش نمسحهم، حيت شحال هادي ما قلت زعما نمسحهم ونغسلهم وداكشي. شو جات شنو دار، كوب داك الكاكاو دار ليا فضيحه، يعني الا النازله وزاد نور الحمام خاصني تا صابويا. واخا على يما كان جانا غطلت. ايوا ندير انا صافي مزيان نيت باش نخمل كلشي في خطره. يلا ايوا اش غادي نقولوا، لا اله الا الله محمد رسول الله. الدراري هما هادو سبحان الله. اش مزيان اش مزيان قلت باش تخمل كلشي، باش نخمل نخمل داكشي نلقي، ماشي نخمل عاوتاني كلشي من الاول. اجي تعاوني، اجي انت وهادي ستفوا هادشي، لبسوا دوك السناد ديال البلاستيك واجيو. ديال شو انا ديال شو كي ولات هادي مجد هادي نال البلاكا خاصو. دابا هو شوف دارها قد راسو وعلق علقتي عرفتي. ولي 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 كي ولات تريكو. ريني 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 نوفا موضة. Thank you.
لابي كاملين باش كنضرب لها واحد سميتو ها هنايا. وهنايا غادي نطلق الماكينه باش تخدم. هذا اللي كنستعمل الصراحه زوين مؤخرا. جبت هاد مارسيليا صراحه زوين، ما مجهدش بزاف ديك الريحه ديال سميتو، وكيخرج الحوايج زوين. بعض المرات كنديرو هو وكندير معاه شي واحد فيه الريحه مجهده. وهنا دخلت الكوزينه نوجد شي حاجه. الصراحه درت شويه ديال الكفته، هادو الكفتات الكفته كندير لها القمه ديالها وكنديرها في هاد لي كوردو هادو صافي. وكنديرها هكا تشوى غير فوق هاد الدوست هادي. وغادي ندير شويه ديال البيتزا الله يجعل البركه. بدينا شوفوا مقاتيله مسكينه التكوفرات. شوفوا التكوفيره دخلت في واحد الناس مقاتيله. اليوم بالغدا درت بيتزا قرديجه شاركتها معكم. وقال شاركتها مهم بيتزا سهله كدير بالعجينه اللي ما كدلكيهاش مزيان ما كتعذبيش معاها. اون فوا كتجمعيها بالماء كتخليها باش كتخمر. هذا هو السر ديال الايطاليين كيخليو العجينه كتخمر. الا لاحظتوا في الكرتون ديال البيتزا اللي كيبيعوا هذا كيقول لك كيكتبوا راه خمرات مثلا 4 ديال السوايع 5 ديال السوايع. هذاك هو السر، ما كاين لا يعني صراحه دوك المكونات اللي كنبقاو نزيدوا البيض ولا الزيت ولا داكشي راه ما كاين، غير الطحين والخميره والملحه وشويه ديال هذا باش تحمر شويه سنيده. بغيتي تزيدي زيت الزيتون والاوريغانو اللي الزعتره ولا الزعتر، هادشي اللي كندير فيها. المهم هنا هاد البلاصه فين انا ساكنه غادي نوريكم. الامور عاديه. هذا محل ديال هذا محل ديال الفراش، هو محلول يعني ما كاين حتى شي مشكل. هذا كراه هو اللي محل ديال الصبابط. كنت نيت خارجه باش نشوف الامور كي دايره على برا. غادي نمشي دابا للسوبر ميركاتو باش نشوف واش بصح الدنيا مسدوده كما تيقولوا. كما قلت لكم حنايا في النواحي ديال بادوفا كلشي يعني الناس طوموبيلات كلشي كيمشي والمحلات حالين. غادي نشوف لي سوبر مارشي، لان واحد السيده قالت لي لي سوبر مارشي هما اللي مسدودين. انا حاليا غادي نمشي وغادي نشوف. يلاه معايا البنات. كما تشوفوا الناس خدامين راه كيقطعوا الشجر وداك الشيء، يعني الامور عاديه هنا في نواحي بادوفا كما قلت لكم. هانتوما البنات راه الدراري هنا البلاصه ديال الكره كلشي عامر الناس كيلعبوا عادي. هنايا قبل من هاد البلاصه هادي راه فيها بيتزيريا. الناس يلا كانوا خارجين يعني محلوله، الناس عادي كياكلوا كيشربوا كيدخلوا كيخرجوا عادي ما كاين حتى شي مشكل. او الناس كيلعبوا عادي ما كاين والو. هنا راه كاين واحد البارك وهما هنا كتشوفوا الناس ها هما شو راه مجمعين تما ما كاين حتى شي مشكل. الناس كتدخل وكتخرج عادي ما كاين حتى شي حاجه. كلشي في بلاصتو الخضرة عطاها الله الخير عطاها الله. تاي بسكوتي كلشي كاين بالعكس بزياده كاع. هادو هادي شي عز عليه الشكلاط وشي عز عليه المرميلاطه. البنات قلت لكم ما كاين حتى شي حاجه. يلاه دزت من ماكسي دابا دخلت له وخرجت عليه الدنيا عادي نورمال زعما ماشي ما كاين حتى شي حاجه اللي تخلع. والناس وعطى الله التقديه
عطى الله الخير والله العظيم. زعما ما كاين لا خوف لا حتى شي حاجه، يقدر يكون في شي بلايص حتى الناس خدامين كلشي خدام. يلا خرجوا دابا من الخدمه، اتصلت نيت بيا واحد السيده تنعرفها يلا خرجت من الخدمه، يعني كلشي خدام.